يدخل مسار العدالة الانتقالية في تونس بعد 6 سنوات من الثورة التونسية منعرج حاسم وخطير قد يعصف بالمسار الانتقالي الديمقراطي لتمر به البلاد، خاصة كي يرتبط بكيفية التعامل مع الذاكرة الفردية والجماعية على اعتباره أرشيف وطني يهم المجموعة الوطنية. يعتمد مسار العدالة الانتقالية على 4 آليات أساسية تكرس احترام حقوق الإنسان، وهي المحاكمات، الحقيقة، جبر الضرر، وإصلاح المؤسسات، وهي آليات معمول بها دولياً. وهيئة الحقيقة والكرامة باش تعتمد على جلسات علانية خاصة بضحايا الانتهاكات باش تنطلق أيام 17-18 نوفمبر الجاري، وقامت بإمضاء اتفاقية مع عدد من الوسائل الإعلامية والقنوات الأجنبية على غرار قناة الجزيرة لنقل الجلسات هذه. الهيئة حظرت العدة والأرضية الملائمة لوسائل الإعلام لنقل مضمون شهادات الضحايا، إلا أنها تغافلت على مبدأ حساسية الوضعية ومخاطرها وفرضية حدوث ما من شأنه التشويش على الضحية أو وضع وثيقة بأيادي وسائل إعلام أجنبية وتصبح موضوع مساومة أو عرضة للتشهير بأطراف قد يتم ذكرها في الشهادات عن قصد أو عن غير قصد، ورمي التهم قد تكون كيدية تنجم يدخلنا في متاهات بعيدة كل البعد عن الهدف الرئيسي اللي بعثت من أجل الهيئة، خاصة أن آلية الرقابة على وسائل الإعلام اللي انخرطت في مواكبة الجلسات العلنية يصعب حصرها. فمثل هالجلسات الفريدة من نوعها ليست كغيرها من محافل الدولية أو الرياضية أو حفلات تتهافت وسائل الإعلام لمواكبتها، فهي لها خصوصية دقيقة وحساسة قد تساهم في حدوث شرخ وانقسام داخل المجتمع التونسي، خصوصا أن هيئة الحقيقة والكرامة لا تعتبر مؤهلة في هذا الوقت الرهن على الإشراف بمثل هالملفات بسبب المشاكل الداخلية اللي تعانيها وجملة الاستقالات اللي وصلت ل5 أعضاء واتهامات بالفساد المالي والإداري الرئيس الهيئة. وقد اعتمدت تقنيات جلسات الاستماع العمومية في بلدان متعددة اندرجت مجتمعاتها في مسارات انتقالية بعد أن عرفت انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان. فالمغرب اللي عرف انتهاكات بين سنة 56 و99 استطاع طي صفحة الماضي عبر وضع قواعد أساسية لضيوف جلسات الاستماع العمومي وفرضت آليات كالامتناع عن أخذ صور للشهود أو الحديث معهم أو توجيه أسئلة لهم وعدم توجيه المسؤولية لأشخاص محددين. وكانت حصص الاستماع تتم باتفاقية أبرمت مع تلفزة المغربية وتم تحديد شروط لذلك. أما جنوب إفريقيا فكان هذا التمشي آخر حلقة ضمن مسلسل الانتقال السياسي في هالبلد، وكان الخوف آنذاك والحرص كبير على ضمان الوحدة الوطنية وتجنب كل ما من شأنه أن يغذي نوازع الانتقام ويدخل الدولة في دوامة العنف والعنف المضاد. وكانت جلسات الاستماع في جنوب إفريقيا وسيلة من بين مجموعة من الوسائل اللي سعت من خلالها دولة جنوب إفريقيا أنها تدير ملف ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بالاعتماد على الحفاظ على مبدأ السرية، علما أن عدد مهم من اللي مثلوا أمام لجنة الحقيقة والمصالحة كانوا من مرتكبي الانتهاكات. في إسبانيا عرف مسار العدالة الانتقالية في جرائم المرتكبة أثناء الحرب الأهلية وديكتاتورية الجنرال فرانكو خصوصية أخرى، وين فرض فيها النظام القضائي أمر قضائي للولوج لدفاتر وأرشيف من أجل الخوض في مثل هالقضايا. وبمثل هالتمشي استطاعت دول تجنب فتيل الفتنة، غير أن هيئة الحقيقة والكرامة توجهت نحو الإعلام الأجنبي اللي كان عليها تطبيق القانون. فحسب القانون الأساسي المنظم للعدالة الانتقالية في فصل 56 وفي نقطة 5 يفرض على الهيئة وضع خطة إعلامية شاملة بالاستعانة مع الإعلام الوطني.